إذن وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور محمد مبارك بن أحمد، المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم. أهلا بك دكتور في نشرة الثالثة. طبعا هل توضح لنا يعني عن طبيعة هذا اللقاء التعريفي بأولياء الأمور بعد انقطاع دام أكثر من سنتين بسبب الجائحة، وعن المساهمة طبعا ضمن ملف الطالب بتوفير قسيمة مالية للحقيبة المدرسية ومستلزماتها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أود في البداية أن أتقدم بعظيم الشكر والتقدير لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على الاهتمام طبعا الدائم بالعملية التعليمية ودعمها وتنميتها وتطويرها بما يصب في صالح الارتقاء بمخرجات التعليم. نعم. وطبعا هذه الأوامر طبعا إقامة اليوم التعريفي لجميع طلبة المدارس الحكومية بمدارس وزارة التربية والتعليم يأتي من أجل تنفيذ هذه التوجيهات، فسوف يتم تقديم لكل ولي أمر ملفا للطالب يحتوي على أهم المعلومات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد، يحتوي على جدول دراسي، يحتوي على ملف به أسئلة وأجوبة تتعلق بالمواضيع الشائعة بشأن العام الدراسي. وطبعا سوف يتضمن هذا الملف الذي سوف يقدم في الأيام التعريفية قسيمة لشراء مستلزمات الحياة المدرسية والمستلزمات الدراسية تقدم للطلبة، وبإمكان أولياء الأمور طبعا استخدامها في مختلف المتاجر التي سوف يتم الإعلان عنها من خلال المعلومات المتوفرة على هذه القسيمة. طبعا هذا يأتي دعما للعملية التعليمية وتخفيفا عن أولياء الأمور في الوفاء بهذه المستلزمات، وطبعا كان له أثر كبير جدا على أولياء الأمور وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية. نعم. بما يؤدي ذلك من دعم لهذه المسيرة بشكل نموذجي. نعم دكتور محمد، ما هي آلية يعني إبلاغ المواطنين أولياء الأمور وطبعا الالتقاء بهم لإيفائهم بكل ما يعني يتطلب من أجل هذا اللقاء التعريفي؟ اليوم نفذت وزارة التربية والتعليم اجتماعا مع جميع مدراء المدارس الحكومية عددهم 210 مدير ومديرة مدرسة، تم التأكيد على طبعا الإجراءات المطلوبة لتنفيذ اليوم التعريفي. نعم. كل مدرسة سوف تتواصل مع أولياء الأمور لإخبارهم بالأيام المحددة. طبعا تم تحديد 3 أيام لإقامة اليوم التعريفي، هي أيام 4 تاريخ 4 و5 و6 من شهر سبتمبر. في هذه الأيام سوف تكون طبعا ساعات مفتوحة، يتوجه أولياء الأمور إلى المدارس بحسب الأوقات المناسبة لهم. نعم. سيتم طبعا الترحيب بهم، وسوف طبعا يصطحبهم الموظفون المعنيون في المدرسة في جولة طبعا تعريفية في المدرسة، وسوف يتم تسليمهم ملفات للطلبة كل بحسب رقمه الشخصي وبحسب سجله في المدرسة. نعم. وهذا يعني طبعا أن كل ولي أمر سوف يحصل على ملف لابنه المسجل في المدرسة في المدارس الحكومية. نعم سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد، المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.